السياسيين والحزب في افتتاح هذه الدورة الشهرية العادية تاع الاجتماعات نتاعو. أعتذر لدى أعضاء المكتب السياسي والسيدات والسادة الصحفيين اللي بقوا في الرواق في الكولوار، ولكن قولوا لهم قريب يجي الفرج، قريب نقدروا نجتمعوا في ظروف أحسن من هذه بكثير. فهذه الدورة العادية لاجتماع المكتب السياسي، عدد الغايبين من أعضاء المكتب السياسي قلال جدا بالنظر لأننا في الصيف يعني وفي درك الشهر تاع العطل، وبالتالي هذا الشيء يبين هذا الحضور تاع أعضاء المكتب السياسي رغم أنه عدد كبير منهم قطع العطلة تاعه السنوية باش يجي يجتمع، إنما هو يبين أنه الأعضاء القياديين تاع الحزب في حالة استنفار قصوى نظرا للتداعيات الوطنية والدولية والإقليمية. فأمانة المكتب السياسي اللي اجتمعت بانتظام كل أسبوع وفي إطار التحضير لهذا الاجتماع تقترح على المكتب السياسي، لأن هناك أعضاء اللي لازم يرجعوا اليوم العشية، إذا تقييم الوضع السياسي الوطني أولا ثم الإقليمي والدولي، ثانيا تقييم حصيلة النشاط السياسي لأنه لم ينقطع رغم العطل السنوية، يعني في مختلف الولايات نشاطات متواصلة حتى أنه درجة الحرارة ما شلتهاش نهائيا، لكن في الولايات نتاع الجنوب هناك صعوبة كبيرة جدا في الجنوب وفي جزء من الهضاب لكون درجة الحرارة ما تسمحش بالخرجات الميدانية تقريب إطلاقا، لكن الاجتماعات الدورية متواصلة والتمهيد للدخول الاجتماعي أيضا. ثالثا التحضير للجامعة الصيفية اللي رايحة تنعقد أيام 21 و22 و23 من الشهر الجاري، وسوف يتم اختتامها بندوة صحفية يوم 24 أوت، أي تحضير السياسي فيما يتعلق بالمحاور التي سوف يتم التطرق إليها والتحضير المادي وفيما يتعلق بالمشاركين، لأن الطلبات كثيرة وكثيرة جدا، إلا أن معظم القاعات الكبيرة محجوزة للحفلات للأعراس للنشاطات المختلفة الثقافية في هذه العطلة الصيفية، ولكن سوف نحاول التوفيق ما بين الطلبات نتاع الولايات وبين هذه الإشكالية، يعني هذا العائق. رابعا هناك قضايا تنظيمية سوف يتم التطرق إليها، أولا كون المسؤول تاع المالية قام بإيداع الملف تاع الحصيلة المالية تاع الحزب لدى الهيئات المعنية في الحدود في التاريخ القانوني مثل ما هو الحال سنويا، يعني لو ريسبونسابل دي فينانس ا ديبوزي لو دوسي انوال تاع لو بيلان فينانسيير دو بارتي او نيفو دي سيرفيس كونسيرني توجور ان كونفورميتي افيك لا لوا. ثم سوف يطلع المكتب السياسي على إعادة توزيع المهام الجديدة في أمانة المكتب السياسي ومختلف الإجراءات التنظيمية الرامية لتحسين التكفل بالمهام الدائمة. Le bureau politique sera informé de la nouvelle répartition des tâches dans le secrétariat du bureau politique. يعني pour ce qui concerne les dirigeants permanents
et les permanents de manière générale, et d'autres mesures d'organisation à même d'améliorer la prise en charge des tâches permanentes. لكن وفيما يتعلق بالوضع السياسي الدولي سوف نتوقف أولا عند تلك العملية الإرهابية الهمجية التي اقترفها الكيان الصهيوني من خلال معمرين دي كولون ضد عائلة فلسطينية في الضفة الغربية عبر حرق المنزل وبينما كانوا أهله نايمين مما نتج عنه قتل الصغير علي في سن 18 شهر ومما تسبب أيضا في حروق بليغة لأخيه ولأبويه. يحدث هذا سنة بعد العدوان الإجرامي الصهيوني على غزة التي لا تزال في نفس الحال، يعني مدمرة كليا ومحاصرة بقرارات الإغلاق من الجانب الصهيوني ومن الجانب المصري. وتقول الإحصائيات الرسمية أنه في خلال العشر سنوات الأخيرة سجل ما لا يقل عن 11,000 عدوان، فيها عملية قتل، فيها عملية جرح، فيها عملية حرق يقوم بها معمرون صهاينة بحق عائلات فلسطينية وفلسطينيين. وهذا يعني معدل 1,100 عدوان في السنة دون عقاب، دون عقاب. فالفلسطينيون غاضبون في كامل تراب فلسطين، وهم على صواب عندما يقولون أن في أصل هذه العمليات الهمجية توجد سياسة الكيان الصهيوني، السياسة المبنية على العنصرية، نظام الأبارتايد والمزيد من العمليات الاستعمارية بالبناءات الجديدة التي تقوم بها حكومة الكيان الصهيوني بالذات، التي تدمر منازل الفلسطينيين وتقوم بالتهجير وبالاعتقالات، وذلك في اللا عقاب المطلق، لأنها تحظى، الكيان الصهيوني يحظى بدعم الإدارة الأمريكية والإمبرياليات الأوروبية والأنظمة العربية الخونة في المنطقة. اليوم الجميع يتظاهر بأنه متأثر بهذه العملية الوحشية المعادية للإنسانية في حد ذاتها. لكن حتى المجرم والإرهابي نتنياهو اضطر أن يعترف بأن هذه العملية عمل إرهابي، لكن هو وحكومته هم المسؤولون الحقيقيون، وبمعية عرابيهم الإدارة الأمريكية والإمبرياليات الأوروبية والأنظمة العربية الخائنة هم المسؤولون عن هذه الجريمة البشعة. ولكن هل سوف يعود الحديث مرة أخرى عن الحل المزعوم نتاع الدولتين، بينما منذ سنة 93 منذ تم المصادقة على اتفاق أوسلو مصير الشعب الفلسطيني زادت مأساويته كل يوم أكثر، ويتضح جليا للجميع والفلسطينيون يرددون ذلك أن المخرج الوحيد الحقيقي يكمن في الكفاح وفي المقاومة بكل أشكالها حتى يستعيد الشعب الفلسطيني كامل حقوقه التاريخية والحق في الأرض، في استعادة كامل الأرض لضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم
والحق في استعادة الأمة، وهذا يشترط طرد المستعمر لتأسيس الدولة الفلسطينية الوحيدة على كامل تراب فلسطين يعيش فيها مواطنين متساويين في الحقوق وأمام الواجبات بغض النظر عن الديانة وعن العرق أو عن الأصل. في ذات السياق، أصدقاؤنا الكثار في تركيا هم أتراك وأكراد ولكنهم كلهم ينتميون لتركيا للأمة التركية، يخبروننا يوما بيوم بتطورات الجد خطيرة والتي تؤكد بأن تركيا قد تغرق يعني بسرعة فائقة في الفوضى الدموية على الطريقة السورية، بل أكثر، ليس فقط بسبب داعش وإنما لكون أردوغان يوظف العمل الإرهابي الذي قام به الدواعش لحسابات سياسوية علاقة بتقهقر مكانة حزب أردوغان في التشريعيات الأخيرة وصعود الحزب الذي كان كردي ولكنه الآن يضم شرائح تركية واسعة حيث تحصل على 76 مقعد، يعني أكثر من 14%. فلقد تم اعتقال المئات من المناضلين الأكراد وغير الأكراد من هذا الحزب ومن حزب العمل الكردستاني ومن أحزاب يسارية مختلفة، وتم منع مسيرة مليونية في العاصمة من أجل السلم، حيث هددت الحكومة بإطلاق النار على المتظاهرين، مما جعل الحزب هذا الـHDP أنه يطلب من العاصميين من الإسطنبوليين أن لا يخرجوا من بيوتهم لتجنيبهم القمع الحكومي. فأردوغان الآن يفتح جبهة قد لا يمكنه التحكم فيها، فهو يخلق كل يوم أكثر شروط اندلاع حرب أهلية وتسهيل تطبيق مخطط الشرق الأوسط الكبير الأمريكي على تركيا والعراق وسوريا من خلال إنشاء دولة كردستان المتواجدة في مخطط الشرق الأوسط الكبير والشرق الأوسط الجديد الأمريكيين. في الشأن الداخلي، سوف أبدأ بالحملة الشرسة التي تستهدف السيدة المحترمة وزيرة التربية الوطنية، هذه الحملة التي تشنها أطراف سياسية معروفة بتوظيفها للمسائل التي تخص الدين أو اللغة، وكأنها هي الوصي، هي الوصي على هذه المسائل. إن حزب العمال يقدم دعمه الكامل للسيدة وزيرة التضامن ولكامل توصيات وزيرة التربية الوطنية ولكامل التوصيات الصادرة عن الندوة الوطنية حول الإصلاح المدرسي، لكونها جد جريئة خاصة منها تلك المتعلقة بتوسيع تدريس تمازيغ لعشرين ولاية في المرحلة المقبلة باتجاه تدريسها في 48 ولاية في 1541 بلدية، وهذا قرار هام جدا لتصبح تمازيغ لغة وطنية حقيقة وتصبح في نفس الوقت مرسمة، وهذا ما سوف يقوي اللحمة الوطنية وينزع الغطاء عن كل من يتاجرون بالمسألة الأمازيغية. ثانيا، القرار التوصية القاضية ب يعني الالتحاق بما يعمل به في الدول المتقدمة
فيما يتعلق في بالحجم الأسبوعي للتعليم السنوي. الحجم الأسبوعي للتعليم السنوي أي 36 أسبوع حتى تكون الكثافة التعليمية كفيلة بتوفير العلوم العلم والمعرفة للتلاميذ الجزائريين، وأيضا تعميم ما قبل التعليم المدرسي البريسكولير وجعله إجباري. هذا قرار جد جريء، وهذا بطبيعة الحال يساعد في تحضير الأطفال أطفالنا لدخول للمدارس، وفي نفس الوقت هذا يساعد النساء العاملات، النساء العاملات اللواتي يواجهن صعوبات كبيرة في إيجاد يعني وسائل للتكفل بأطفالهن ما قبل يعني السن الدراسي. وتوصيات أخرى جد يعني جريئة، ونحن نعتبر وقلتها أثناء الحملة الندوة الصحفية الأسبوع الماضي، هذا يتطلب ميزانية تتماشى مع هذه التطلبات. أما فيما يخص تعليم لغات الأم يعني الدارجة أو اللهجات لغات الأم، بالنسبة للتحضير طرح علي السؤال في الندوة الصحفية الأسبوع الماضي، وقلت بأنني سوف أتصل بالسيدة الوزيرة للاستفسار، وحدث ذلك في نفس اليوم، حيث استمعت لتفسيراتها، وفي الواقع لم يتعلق الأمر إطلاقا باللغة العربية التي تدرس la langue d'enseignement، إنما يتعلق الأمر بالأقسام التحضيرية حتى يتعلم الأطفال أنهم يتواصلوا أنهم يتكلموا، لأنه هناك صعوبة. ففعلا الطفل عندما يلد اللغة التي يتعلمها هي اللغة الأم، هي اللغة الأم إلى غاية سن التدريس، فهناك يتعلم اللغة العربية الأصيلة الفصحى، ويتعلم في بعض الولايات الأمازيغية كلغة وطنية، علما أنه الأمازيغية لها لهجاتها، هي أيضا مثلما للعربية لهجات في الجزائر وفي كل البلدان العربية. وبالتالي هذا العمل التحضيري نحن نعتبره جد إيجابي، جد إيجابي. شرحت السيدة الوزيرة أنه في المناطق الناطقة بالأمازيغية تعلم اللغة الدارجة في الأقسام التحضيرية مهم جدا، لأنه اللغة العربية تدرس وكأنها لغة أجنبية بالنسبة للمناطق الناطقة بالأمازيغية، وهذا حقيقة، وهذا الشيء حقيقي. فنحن نعرفه جيدا عندما يأتي شخص تعلم، هو ناطق اللغة الأمازيغية، تعلم العربية في المدرسة وفي الثانوية وفي الجامعة، فهو ينطقها وكأنها لغة أجنبية، يعني مش متحكم في اللغات المتعامل بها، la langue de communication اللي هي اللهجات.